لما سألوا مين أنا عبد الحي، اسمع الحتة دي والمقطع موجود مسجل، واحد ماشي بالشارع أحد الإخوان جزاه الله خير لقى عبد الحي يوسف مطرب بعربيته واقف جنب الزلط. واحد احنا لا قلنا لا سوي كده ولا ما سوي، واحد نحسبه ذو الفاضل، شغل تسجيله ومشى لعبد الحي قال له ده رسالك. عبد الحي بيسلم على الناس السلام عليكم، وعليكم السلام، الواد خلاص يعني جاجرين مشهور. المهم قام قال له عندي لك سؤال، قال له في ناس ظهروا ناس مزم الفقيري وابو بكر وفلان، رايك فيهم شنو نازل؟ عبد الحي قال له والله يا اخي هؤلاء موجودون في كل دوله، وغالب ظني انهم مدعومين من جهات عالميه او تدعمهم جهات عالميه او كلمه يعني مثلها. عايزين نسالك بطيب جامع يا جماعه، ها؟ بدنا نسالك من جماعه الجماعات. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يكرمك بارك الله فيك. سل في ناس بيقولون السلام عليكم شباب، بارك الله فيك. شباب كي جنهم تجريح ولا ناس مسلمين فقيره؟ ايوه. رايكم في نازل؟ موجودين في كل بلد، ويبدو لي بأن هناك أجهزة عالمية تديرهم. نحن بديرنا جهات عالمية؟ نحن ذيل شغالين في حلقة الحيوسف تدورنا جهات عالمية، ولا أنت يا عبد الحيوسف بأسماء نتكلم فينا؟ ليه؟ لأنه الشغلة دي كتمت، دعوة دي مشت خشت بفضل الله عز وجل. أي بيت جوه بيت عبد الحي، بيت مين بيت مين بيت مين كله بيت. دق لي واحد من الشيكانيبة أول امبارح قال لي أنا من كبار شيوخ الشيكانيبة، ومقاطعكم دي دخلت جوا بيوتنا في الشيكانيبة، وقال لي نحن دايرين نحسمكم، نحن دايرين معاكم مناظرة في الشيكانيبة. قلت له مرحب. طفش ثاني ما جاء. وينه؟ وينه ما قال بيجي؟ ليه ما جاء؟ عرفته؟ قال دايرين مع عبد الحي. قام أخونا سأل عبد الحي السؤال الثاني، قال له ما رأيك في جماعة الأخوان المسلمين؟ قال والله لا أعرف. وما هو حال جماعة الأخوان المسلمين؟ ما أدري والله. وما هو حال جماعة الأخوان المسلمين؟ ما أدري والله. هذا ما كذب يا جماعة. آخر مظاهرة بتاعت الأخوان المسلمين بالشعار بتاعهم عالم كبير الأخوان المسلمون، وفيه سيفين والشعار الفاشل بتاع الأخوان المسلمين. عبد الحيوسف معاهم قدامه لابس الشعار الشال بتاعه. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.